المشاركه ديالي بالاخص اخ دو كافتون واكادير انه عندها حدث بالنسبه لي، هو انه في 2019 كان اعلان حمل لطيفه رأفت بالماس، وكان فالخير عليا بمدينه اكادير، ودعوات الناس كانت من منطلق هذاك اليوم، وكنتمنى انه دعوات الخير والصحه والعافيه، وكذلك دعوات الانتاج الجديد اللي غادي نقوم ب يعني بانطلاقه ديالو اليوم من خشبه اخ دو كافتون. وطبعا لطيفه دائما حاضره في اي مهرجان او في اي حفل، كيوفي لي شروطي كامله ماديا ومعنويا، وحتى نكون مرتاحه انا والصف ديالي كنكون حاضره فيه، ونتمنى الجميع الحضور يكون حضور مميز، وجمهور انا يستفيد ان شاء الله من وجودنا ان شاء الله بحول الله. اغنيه جديده غتسمعوها الان مباشره، وغادي يسمعها الجمهور ان شاء الله. سمير المجالي هو كاتب كلمات، محمد رشيد محمد علي موزع وملحن في نفس الوقت، الاول تلحين ديالو. شكرا. الفرق بين الاغنيه القديمه والجديده ما كاينش الفرق بالنسبه للاغنيه المغربيه ما دام كاين ايقاع مغربي، فقط اللي خاص الناس تعرف هو انه اللي سمعوا شي حاجه جديده فالايقاع والاسلوب الجديد في استوديوهات، لان تراكات وهذا الشيء الجديد هو اللي تغير الاغنيه. من الاغنيه المغربيه كتبقى اغنيه مغربيه، والدليل على هذا الانتاج اللي كيعطينا سعد مجرد اللي مشرف الاغنيه المغربيه، ان اغنيه مغربيه محضه لكن التسجيل كيتغير. تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.